السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتعلم طريقة زراعة لب دوار الشمس أو عباد الشمس من البذور. طريقة زراعته سهلة جدا، أهم حاجة طبعا اللب نفسه، المصدر بتاعه إن هو يكون لب لسه ني، مش متحمص. يعني لو احنا هنروح نشتريه من المحل بتاعه، يا ريت نقول للمحل انه يجيبه لسه محمصهوش او لسه ني، لان ما ينفعش يتزرع وهو متحمص. ده بيكون شكل اللب، اسمه لب دوار الشمس او عباد الشمس. اللب السوري زي ما في بعضنا بيقولوا. طريقة زراعته سهلة جدا، بنجيب الحبة اهي، طبعا التربة بنجهزها الاول وبيتم وضع فيها مية عشان تكون طرية معانا بالشكل ده، وبناخد الحباية وبنحطها بالوضع ده. بالطريقة دي ممكن نزرعه، بس السيز زي ده انا عامله زي نظام تجربة فقط، ما ينفعش يتزرع فيه غير هي حباية واحدة. ممكن بعد ما يطلع بنشيل منه اللي هيطلع، بنسيب عود واحد او عودين. ده جيركن 20 لتر اهو، ممكن نزرع فيه ونشوف برضو النتيجة مع بعض هتبقى عاملة ازاي. تابعونا. رجعنا لكم بعد حوالي تقريبا 15 يوم، وده كان شكل نبات دوار الشمس. زي ما انتم شايفين ما شاء الله النموات جيدة. يعني برضو نحاول لو في كذا عود نشيل الضعيف ونسيب الكبير. ممكن طبعا لازم السيس كبير او جيركن كبير عشان ينمو فيه، ولو جيركن زي ده بالنسبة له كفاية عليه هم عودين بس. وان شاء الله نشوف برضو النتيجة مع بعض. ده شكل دوار الشمس اهو ما شاء الله، وعمر شهر بدأ يطلع الثمار بتاعت الزهرة بتاعته الحمد لله. ده طبعا ارض طينية ومزروع في الارض مباشرة، غير اللي انا وريتهولكوا في بداية الفيديو. في بداية الفيديو ممكن يتزرع عادي في السيس، وطبعا زي ما وضحتلكم ان السيس يكون كبير، وان شاء الله يشتغل معانا ويبقى تمام. ده شكله اهوت، مدي اسمه دوار الشمس لانه رايح ناحية الشروق. لو تلاحظوا الشمس اهي، هو واخد اتجاه الشروق. زراعته سهلة جدا، ممكن نزرعه في اسس كبير، ممكن نزرعه في البلكونة فوق سطح البيت. من مميزاته كمان ان النحل بيحب بياخد منه حبوب لقاح جيدة، هو جاذب للنحل. لو حد عنده منحل ممكن يزرع، يفضل زراعة دوار الشمس، هيفيد النحل كتير. عشان لسه الصبح واخد اتجاه الشرق ما شاء الله، يعني سبحان الله بيدور مع الشمس. طبعا هو لسه صغير بيدور مع الشمس، اما لو كبر ما بيستحملش، بيبقى القرص كبير زي ما هنشوف برضو في الفيديو اهو. ده القرص النهائي او الشكل النهائي له. استوى اهو، ما شاء الله سبحان الله بيطول، ممكن توصل لـ3 متر تقريبا.
شكل وبيشيل كمية برضو كبيرة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، تفعيل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. شكرا. في النهاية اشكركم لو تابعتنا، وان شاء الله تابعونا لمعرفة طرق الزراعة الاخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.